نحن يعني أمام مخاطر جدية بإمكانية توغل بري في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي واضح بتهديداته، وحتي الحشود العسكرية الضخمة جدا على الحدود توحي بإمكانية أن يكون هناك غزو وشيك. الجيش الإسرائيلي استقدم 6 فرق موجودة على الحدود معززة بطائرات ومروحيات وأيضا يعني دبابات قطرية وغيرها، وكان هناك استعدادات جدية. المشكلة أن حزب الله أوهم اللبنانيين وأوهم الجميع أنه هو قوة ردع وأنه قوة تستطيع أن تمنع إسرائيل من مهاجمة لبنان أو الاعتداء على لبنان، فهو قوض المؤسسات ودورها ومنع الجيش اللبناني أن يكون هو الجيش الموجود وهو من يمسك زمام الأمور في الجنوب. وبالتالي عندما أتت لحظة الحقيقة تبين أن حزب الله عبارة عن نمر من كرتون، هو وهم بالون منفوخ تداعى فجأة خلال أيام قليلة، سقط وتداعى بشكل سريع جدا. تبين هذا الحزب لا يستطيع لا أن يحمي لبنان، لا يحمي مجتمعه، حتى هو لا يستطيع أن يحمي نفسه. رأينا كيف استطاعت إسرائيل ملاحقة قادته من رأس الهرم ونزولا، وكبدته هذه الخسائر الكبيرة. وهل اختبر فعليا بتقديرك سيد بولس الرهان؟ دائما ما يكون ربما في عمليات الاجتياح عند التوغل الإسرائيلي إلى داخل الحدود. ظهر اليوم نائب الأمين العام أيضا في كلمة وتحدث عن قوة ما زالت موجودة واختيار خلف لأمينه العام في وقت قريب. ماذا قرأت في كلمة قاسم؟ يعني في الواقع لم يحمل شيئا جديدا، كل ما حكاه هو نقطة أساسية أنه هو حاليا من يتولى منصب الأمين العام كونه نائب الأمين العام، وهذا يكشف أن هناك إشكالات داخلية حول من سيتولى ومن سيكون الخلف. نعلم في النهاية هذا قرار إيراني بامتياز. حزب الله لا يكرر من يكون أمين عام حزب الله، إنما هذا الموضوع يأتي من قبل إيران، من قبل ولاية الفقيه، هي من تقرر ذلك، وهي أصلا من تقرر كل شيء في حزب الله وما هي حدود ونطاق مواجهته ودوره العسكري. وبالتالي نحن أمام قرار إيراني وانتظار قرار إيراني. حتى الأمين نائب الأمين العام لم يتجرأ ويحدد موعد تشييع حسن نصر الله. يعني هذا يعني يطرح كثير من التساؤلات. إلى هذه الدرجة وصل أمين عام حزب الله، الشخص الذي يعني تحدثت عنه الأساطير وكأنه رجل يعني تاريخي، مرة لا يستطيعون ولا يتجرؤون على تحديد موعد تشييعه خوفا من وجود إسرائيل أو من إمكانية أن يكون هناك ضربات إسرائيلية، وحتى خوفا يعني من أن لا تكون حشود يعني كافية كما كانوا يعتبرون. هذا أمر يعني خطير جدا، يظهر حقيقة وقع حزب الله ووضعه، وكم كان عبارة عن وهم، وكم كان عبارة عن روايات وأساطير غير واقعية، وكيف خذل الناس الذين راهنوا عليه والذين اعتبروه حقيقة أنه قوة بهذا الحجم الذي يتحدث فيها.